ازيكم؟ ايه الاخبار؟ جات لي الباكج الجامده جدا جدا دي من محل اسمه ذا سكوير ستوك. ده محل موجود في الهرم، بيشتغل في الحاجات الستوكات الاوريجينال، الستوكات الايه الاوريجينال. قلت لهم اوريجينال اوريجينال لما تواصلوا معايا انا، وعايزين نبعت لك شويه حاجات تشوفها. قلت لهم اوريجينال، قالوا لي اوريجينال. قلت لهم ماشي، هشوف بعينيا واتاكد، دي لعبتي، لو الحاجه مش اوريجينال انا هعرفها يعني. خصوصا لما قالوا لي الماركات اللي هم بيشتغلوا فيها، قلت لهم بس انتوا جايين في ملعبي. قالوا لي اه، ما احنا عارفين ان انت بتحب البراندات دي كلها. قلت لهم طيب خلاص اوكي، ابعتوا لي الحاجه هشوفها، ولو كان هطلع اتكلم وهقول الناس دي بتعمل ايه. ما عجبني فيهم ان هم بيتعهدوا ان لو اي حاجه في النص او فيها مشكله او مش اصليه كوبي، فدي مش منهم هم، دي ممكن تكون من المستورد وعدت عليهم، بس هما بيراعوا وبيحاولوا كويس جدا ان كل حاجه تبقى تحت ايديهم تبقى اوريجينال بس. فده بيقولوا في حاله، ودي اصلا قالوا يعني غالبا مش هتحصل يعني، بس لو حصلت وفي اي حد وصل له في النص قطعه فيها مشكله او قطعه مش اصليه، من حقه يرجعها على طول فوري، مفيش اي كلام. الناس دول حلوا مشكله عند شباب كتير اللي عايز يجيب البراندات الاصليه، بس الحاجه بتبقى سعرها غالي طبعا في التوكيلات بتاعتها، ووقت السيل مش دايما كل حاجه بتلاقيها وبتلاقي مقاسك، بس ممكن تلاقي عندهم مقاسات وتلاقي حاجات كتير. خلينا نشوف ايه الحاجات اللي جت كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ده اول حاجه، ده ليفايس اوريجينال. ليفايس اوريجينال، انا الليفايس ده ملعبي يعني، فدي قطعه فعلا اوريجينال، بس دي بقى بتبقى ايه، ممكن تكون زي ما بقول لكم ستوكات سنه فاتت او حاجه زي كده. ده تحفه. هو الناس على فكره عارفين ذوقي، من تابعيني من زمان يعني، عارفين ذوقي وعارفين لبسي وعارفين الحاجه اللي انا بحبها. تقريبا مختارين قطع كلها، انا ما اخترتش حاجه، هم اللي مختارين جايبين حاجات كلها بصراحه انا انترستد فيها يعني. وده سويت شيرت ايروبوستل، بص الشياكه مكتوب عليه من هنا ايروبوستل برضو، بصوا جامد قوي. دي بوكسرات تومي هيلفيجر، طبعا دي مش هنعملها انبوكسنج اكتر من كده. ده السويت شيرت بتاع امريكان ايجل، طبعا معروف كله موجود في التوكيل. بالمناسبه انا ما عنديش اسعار مظبوطه، بس عايز اقول لكم ان اغلب الاسعار اللي قالوها لي يعني، قلت لهم الحاجات دي انتوا بتبيعوها بكام، فقالوا لي اسعار كده بالظبط يا جماعه، بالظبط هي 30% او 25% من سعر الحاجه في التوكيل. كلامي كمان بيخص مثلا حاجه زي ليفايس، سعر السويت شيرت ده تقريبا 25% من سعره في الستور بتاع ليفايس. انا عارف الاسعار. ده امريكان ايجل طبعا، ده موجود، ده اصلا اوريدي في التوكيل، جامد جدا ده برضو، موفق جدا. وده قميص تومي هيلفيجر اوريجينال، عشان انا عارف قمصان تومي. ده بقى قصة، ده قصة يا جماعة. فاكرين الفيديو لسه انا عامله بتاع زارا والجاكيت الجلد الطبيعي بتاع ده؟ جاكيت جلد طبيعي من زارا، بس ده كوليكشن تقريبا قديم شويه، او السنه اللي فاتت مثلا، لانه تقريبا مش موجوده في الستور. بس الديزاين ده نفسه ترندي جدا، بصوا الديزاين ده، الجاكيت اهو فيه اللي بقول لكم عليه، ان بصوا شايفين جزء غير التاني، شايفين الجلده وريحته كمان باينه، ومكتوب عليه من جوه جلد غنم برضو او حاجه كده. فبصراحه ده جامد جدا، ده زارا. الحاجات بتيجي بالليبل بتاعها بكل حاجة. وده برضو ده من زارا، بس تقيل جدا. بصوا بقى ده حبيبي، ده مانجو مان. هما بيشتغلوا في حاجات مانجو مان وامريكان ايجل وزارا وتومي وليفايس. ده مانجو مان، ومانجو مان اوريجينال، حلو قوي، تحفة. وده يا جماعة الفيست زي اللي عندي بتاع يونيكلو، بس ده بتاع زارا، ده موجود على فكرة في الستور، ده نيو كولكشن، ده موجود أصلا دلوقتي ب 700 جنيه أو ب 800 جنيه في الستور.
تقريبا 699، انا فاكر السعر. هما السعر اللي بيبيعوه ده تقريبا نص الثمن اعتقد يعني، فهايل قوي قوي قوي، الليفل بتاعه بكل حاجه. واخيرا ده البنطلون ده امريكان ايجل بتاع الجيم، الماتيريال اللي هي بتاعته الماتيريال سوفت كده، حلو قوي ده للجيم والتمرين للجري، جامد جدا. ده اوريجينال، ده موجود في التوكيل على فكره، موجود على الويب سايت، بصوا. بشكرهم جدا جدا على الحاجات الجميله دي، وادخلوا عندهم وشوفوهم، وعاملين اوفر على فكره في الويك اند بمناسبه النيو يير، بيقولوا ان هم عاملين كمان ديسكاونت على الاسعار اللي بيبيعوا بيها اصلا، اللي هي انا شايف انها اسعار حلوه جدا. ولو انا مش شايف ان الحاجه دي كويسه والاسعار دي حلوه، صدقوني انا مش هطلع اتكلم عن حاجه انا شايف انها مش كويسه وتستحق. دي شباب جايبه شغل كويس جدا، ستوكات بتيجي من بره، براندات بتيجي من اوروبا، بصراحه جايبين حاجات حلوه قوي وبيبيعوها باسعار كويسه جدا. فاللي حابب يدخل يشوف عندهم، يقول لهم ان هو جاي من عند احمد سويسي. لو حبيت تسالوا على اي حاجه روحوا اسالوهم هم على الصفحه، ما تنسوش تعملوا لهم فولو، وقولوا لهم انتوا جايين من عند سويسي، واللي حابب حاجه يطلبها، الاوفر ده يبقى في حاجه جميله بجد، عندهم حاجات حلوه قوي. انا لو شايف ان عندهم حاجات حلوه انا مش هطلع اتكلم عنهم. يلا سلام.